فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، وبين ما ورد في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حيث إن البعض لا يخبر أحدا بما يفعله أو جرى له من شراء منزل أو شراء سيارة، استدلالا بهذا الحديث؟ يا أخي هذا ما هو استدلال غير محل. استعينوا على حوائجكم بالكتمان، هذا ما أدري عن صحته، لكن معناه الأسرار، هذا في الأسرار التي إذا ظهرت يخشى أن تضر صاحبه الأسرار، أما إظهار النعمة والتحدث بها لشيء آخر. نعم.